الشخص يبدأ. امرأة عندها شغف، عندها طموح، انطلقت تخصصت بالتخصص التصميم الداخلي، كان لي فكر معين، فئة معينة، شغف معين، مارست التصميم الداخلي وأسست مجموعتي، ذلك بفضل قيادتنا الرشيدة. اليوم مع رؤية 2030 وتمكين المرأة واندماجها بالسوق، المرأة أصبحت قادرة على صنع كل ما هو جميل. الآن إحنا نصدع للدول الخارج، وفخورين كون إن المنتجات الوطنية أصبحت لها أقبال، فما بالك بعد فترة إن شاء الله بإذن الله راح نكون بإذن الله بالمصاف مع العالم، يكون إن اليوم قاعدين أو جالسين نشارك بمعلم من معالم دولتنا، بكرة إن شاء الله بإذن الله نشرف دولتنا بالمحافل الأخرى. كون إن يكون عندك تجربة من الصناعة كمصنع، الشخص يقف فيه من البداية إلى النهاية، المعايير على أساس إنك تخرج بالمعايير العالية اللي أنت تشوفها، هذا كانت من أصعب التحديات، على أساس إنه توصل للمعايير عالمية ويكون عندك منافسين عالميين وتوصل للقمة وتكون بنفس المستوى من العالمية، هذا من أصعب التحديات. وصلنا الحمد لله وقدرنا. كون إنك تصنع منتج بمعايير عالمية أكيد بيكون لها طلب كبير، فاليوم بدل ما إحنا ناخذ من الخارج أصبحوا الخارج هم اللي يستعينون بمنتجاتنا. وكون إن الصناعة السعودية لما يجيني أوردر أو طلب وكون إنها تتصنع وترسل للخارج، هذا أكثر شيء من اللي نفتخر فيه. أنا ما كنت عارفة على هذه المنتجات صراحة، وعلى مصنع الأخت هند، وسعيدة كذلك إنه موجود عندنا مصانع من هالنوع في السعودية. السوق قاعد يشهد نمو كبير في القطاع العقاري وطلب كبير على التصميم والتأثيث، ووجود مصانع محلية تقدر تلبي الطلب، وبرضو عملية التصاميم الخاصة، يعني انت كاستم ميد الحين، قدرتهم انهم يصممون لك سجادة حسب تصميمك ورغبتك، صراحة شيء يثلج الصدر.